أهلا وسهلا فيكم مطبخ لولو. اليوم رح نعمل مع بعض سلطة طيبة كتير، الكل بحبها والكل بيدور على الوصفة تاعتها لحتى يسويها. هي وصفة الكولسلو الأمريكانية يلي بتنعمل بمطاعم كي اف سي، وحتى كل المطاعم الباقية يعني العربية صاروا يعملوها لأنه كتير طيبة. نروح مع بعض نشوف الطريقة كيف عملناها وشي هي المقادير تاعتها. عندي قطعة ملفوفة، كنت مستعملتها كمان لنوع من السلاد. ضلت عندي هاي القطعة، هلأ بدي كمان قصة. جبت القشارة، قشارة البطاطا، شايفين ناعمة ناعمة بتطلع ولا أحلى من هيك؟ شايفين شايفين كيف تطلع ناعمة؟ وإذا ما بدكم بالقشارة كمان فيكن تعملوها بالسكينة. أنا رح كمل هلأ بالسكينة، بس حبيت أعطيكم فكرة يعني للقشارة كيف بيطلعوا. رح كمل بالسكينة قد ما فيني رفع، اكيد بالقشارة اهون، بس انا لانه حبيت اعملهم هالمرة بالسكينة. قد ما فيكن رفعوا، شايفين هالطريقة. وهيك من بعد ما قطعتهم رح حط لهم نتفة ملح تقريبا شي فنجان شاي خل. وهلأ رح أفركهم بإيدي مثل ما شايفين مظبوط. أول شغلة للتعقيم، تاني شغلة شرحات الملفوف بتطرى وبتطلع زومة. هلأ كمان رح نغسلهم، ما رح نتركهم هيك. شايفين كيف طريت؟ هلأ رح أخدهم وغسلهم. وهيك من بعد ما غسلتهم شفتوا كيف صغر حجمهم. هلأ بدي روح أبرش الجزر، 3 حبات جزر كبار. هلأ بدي أبرشهم. عندي المبرشة، شايفين؟ هلأ رح كمل الجزرات وبرجع لكم. وهيك من بعد ما برشت الجزر حطيتهم فوق الملفوفات. وهلأ رح نشوف شو رح نضيف خلطة الصوص. نحن بحاجة لتقريبا 5 معالق من المايونيز، هذا مايونيز. رح خففهم بمعلقتين كبار من اللبن الرايب الزبادي. عندي هون تقريبا معلقة صغيرة ملح، 2 كبار سكر، وعندي 2 كبار خل. فيكن تستبدلوا الخل بالحامض. هلأ رح نطبق الصوص. رح حط أول شي المايونيز، ورح خففه باللبن مثل ما قلت لكم. رح زيد فوق منهم السكر والخل والملح، ورح ازيد كمان رشة فلفل اسود تقريبا شي ربع معلقة صغيرة. ورح احرك هلا. انتو اذا لقيتوهم الخلطة قليلة على السلاد فيكم زيدوهم مايونيز. هاي هي الخلطة، هلا رح نزيدها على السلاد.
وهذا جات الملفوف الجزر عندي. رح حط الصوص، وهلا رح اخلطهم مزبوط. بعتقد هيدي الكمية، كمية الصوص كتير مناسبة لهيك كمية من الملفوف والجزر. شايفين؟ بتخلوها تقريبا شي ساعة بالبراد قبل ما تستعملوها مع الأكل. أكيد هيدي وصفة السلاد بتتاكل مع الدجاج الكنتاكي، مع الكريسبي، مع أي نوع دجاج أو الحومات. أكتر شي يعني مع الدجاج بتطلع غير شكل، ما بخبركن عن الريحة، غير شكل كمان. شايفين؟ هيك خلصنا سلطتنا لليوم، وهلأ منروح لصحن التقديم. هلأ رح نسكب وصفتنا بهيدا الجاط. فعلا وصفة طيبة كتير، ومثل المطعم مثل ما شايفين. هيك خلصنا وصفتنا لليوم، بتمنى تكون نالت اعجابكم. هيدي وصفة الكولسلو الاصلية يلي بتتقدم بالمطاعم او بالكي اف سي. شايفين منظر روعة، والطعم والريحة كمان غير شكل. هنظبطها شوي من هون. اذا حبيتوا الوصفة وعجبتكن ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. بتشكركن كتير على المتابعة، والى اللقاء بفيديو جديد. باي باي.